24 ساعة الماضية كانت ساخنة ملتهبة مليئة بالحرائق التي اندلعت في مختلف المناطق في نينوى، منها في شرق المحافظة ومنها في غربها وجنوبها. لكن الحريق الأكبر وصاحب النصيب الأكبر من الأراضي الزراعية التي التهمها ومحاصيل الحنطة كان في ناحية زمار، بحسب المعلومات التهم مساحات تقدر ب مئات الدوانم. أما الحرائق الأخرى سواء في منطقة الشلالات أو في مناطق سهل نينوى أو في مناطق جنوب الموصل بناحية النمرود أو في حتى أقصى الغرب إلى ناحية ربيعة، كانت يعني حرائق ما بين 50 دونم إلى 70 دونم أو 20 دونم بهذا الاتجاه. غالبيتها يعني غالبية هذه الحرائق التهمت حقيقة محاصيل حنطة لم تحصد بعد. هنالك معلومة أود التنويه لها: التغيرات المناخية، الظروف الجوية، موجة الأمطار التي جاءت في وقت ليس ببعيد أخرت حصاد الحنطة إلى هذا الوقت. كل هذه تسببت بخسارة أكثر من 1000 دونم كما تحدثنا بحسب المعلومات. من المعوقات والمشاكل الموجودة أيضا هنالك مشكلة قلة الآليات التخصصية وآليات الدعم اللوجستي للدفاع المدني بسبب ما خسره من أسطوله الذي كان يتكون من أكثر من 200 عجلة، انتهى به المطاف ب 100 عجلة أو أقل بسبب أحداث الحرب وما نعم. شابه ذلك. ومساحات شاسعة كبيرة بتسعة أقضية مترامية الأطراف، غالبية أراضيها تصلح للزراعة، وكل نينوى تعتمد على 100 عجلة للدفاع المدني. يعني هي ما بين تخصصية وخدمية والدعم اللوجستي، فهنالك نقص كبير. غالبية الحرائق كانت هنالك مشاركات مجتمعية فاعلة، أو كما تسمى باللهجة العامية أو بالمناطق الريفية بالفزعة، وتكاتف الناس، تدخل العجلات الحوضية المدنية، طبعا أصحاب الجرارات الزراعية، حتى بعض مشاهد الفيديو التي عرضناها في التقرير والتي انتشرت في مواقع التواصل كانت تبين حجم مشاركة شباب القرى في إخماد الحرائق أو الحد من انتشارها. حقيقة هذه مشكلة كبيرة جدا، نعم نقص العجلات والظروف المناخية أخرت الحصاد. أما عن أسباب الحرائق، يعني غالبيتها لم يكن هنالك شكوك حول وجود فاعل، غالبيتها إما بتماس كهربائي أو شرارة، أو طيب يعني لم يكن هنالك حديث عن وجود حرائق مفتعلة بشكل فعلي، ولم ترد أي معلومات عن وجود مثل هذه الحالة. هنالك حرائق مفتوح التحقيق بها لكن لم ينتهي حتى الآن. طيب، إضافة إلى التغيرات المناخية التي أشرت إليها والتي عطلت أو أخرت حصاد هذا المحصول، لكن هناك من يرى أن تأخر الفلاح في حصد محصوله أدى أيضا أو أسهم في هذه الحرائق. يعني زميلي، تأخر الفلاح في الحصاد، يعني كنت اليوم أتحدث مع بعض منهم، الأمر ليس بيدهم. يعني من زرعوا أراضيهم على المرشات أو المنظومات الري الحديثة لم يسعفهم الطقس في أن يصل المحصول إلى درجة من اليباس من أجل الحصاد. ما يزال هنالك مشكلة في كمية أو نسبة الرطوبة الموجودة في ساق النبتة تعيق عملية الحصاد وتعرقل عمل الحاصدة، لذلك ينتظروه لينشف بالكامل من أي رطوبة ويتيبس بشكل نهائي. هذا ما أخر عملية الحصاد. بالنسبة لأصحاب المرشات أو المنظومات التي يعني منظومات الري الحديثة،